اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. لا تساقوا بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسنا أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. متابعينا الأكارم، متابعي قناة القيامة، معكم برنامج فتمثلوا بإيمانهم. ضيفنا في هذه الحلقة الجميلة المباركة الشماس هرمز داود السفو. موضوعنا حنتعرف اليوم عن قرب على بلدة الداودية. بهاللقاء المبارك الجميل حنستخدم اللغة الآرامية، اللهجة الكلدانية. يا بشينا طواثة بميقرا شماشة هرمز داود السفو. بس انت رابع لو لقاء لي أخوي، إن شاء الله تعرف بعيدة لكلنا الكثير أشمع الله. نعم. آمين. شماشن أيت إيوت هرمن ناشت إيت ماثا ماث الداودية. نعم إيوت من نفس الماثا ولادة دي وكل من دي تامن حتى في ذاية تامن خليصة. نعم. المعلومات دي دبيا وتي طالن الماث الداودية. نعم. إيثن كثاوة الإيت ماثا لو بابا واثا ما ميري الأتماثا. صحيح بابا واثا القمامري، لأنه ليثن مصدر تاريخي حتى تكلخ الذي لا بابا واثا سواثا محكي لمن دي القمامري النخ. بلى. إيت ماثا إيلا قاوت أثرا يما عراق شد أموخ انتو يخم موصل يعني بشي مالة عراق من موصل تزالن الإيت ماثا ديخ بزالن سيارة طبعا أرخى من موصل لدهوك ومن دهوك الداودية عن طريق سيارة، يعني كالفارق حوالي ساعة وأربعين 45 دقيقة قد ما تحت الماثا. الأيمة قضاء تبع لإيت ماثا قضاء عمادية ناحية سرسينكو بخمسة دابش لناحية بامرني. بلى. كأبرشية تابعة لأيمة أبرشية؟ أبرشية عمادية هر. بلى. مثواثة دي لي خوضانة ماث الداودية ما هي لك؟ مثواثة دي لي خوضانة ذا يلد مشي حاية ماثتن ميري طارق إلى ما تتقاشى شمامي بلى جبران شمامي ما فات خلتي الخردوانا إلى مش الماني ذا منا يمري للشرطة ذا خلبيشة ويخرتا زبينجي أنا طلف ما فات إلى الخردوان ماثا قبل منا يرحق من ماثا تقريبا في 30 دقيقة أو أقل. شت أمخ بي الزونة ماث الداودية كم بيثة إيبا إلا بعد بيخاي من زونة غير من زونة لا دها إلى خمشي وتريباتي. بلى. نعم. مادام أيد أوت عيشة بقاوت إيت ماثا منيت أنت ياو تخبو شاقة حلوية الطبيعة إيت ماثا داخل أراح مايح ميلا مزروياثة إيت ماثا. أها طبيعة ماثا مزميري طارخي لمبلتك ودشتا بين تري طراني قارة ومتينة حاليا دا لف شو من دي لابا لازاري لا شو من دي لأنه ماي لف بياشا خمسة إزريوة طبعا خطة صارة يعني هيش يعني اعتماد المطرات فعلا خطة صارة وفرطماني وأنا زرعوني كلها وكرماني سؤالا كرماني كنت بافة تقريبا سؤال كرمة قاني بلى بصر ما تبريلا هجرة ما هجرة أنا من ديالي كلها زلة يعني بشكلنا بس فيها شبعات كرماني ليثن وخاصة بصر ما تبريلا هو يوشانا من شوي وأثيا حتى بلي. أنا ما في أنا في كله وشلة ليثن فيها شدعة اعتماديا بيرة الحكومة الحكومة طالا هاي مستعملين بس شافة ماي شاية وحدائق باثة بس يعني أول عشان مصدر ماي ولا بقمسة المحكة القمسة زرعوني قفميري طار خطة صاري ويزريوا تتل ورزة وألم منتوجات كلها يعني
تدفع ثمن مجاني لك 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 بشيء وبحاجة تغذيه مثلا زونية مجانية بس حاجة ديانه شاي وشيكر المنديالي ولا قطعه اسوالي دبر جاني تشاته تقريبا. نعم اي تماثا اي بمدرجته اي بمثلا مركز شرطه مندي ما اسوى مركز شرطه من تاريخ 80 و 60 60 61 لف بعد لف المركز شرطه وحتى تلفون اسوى البوزونه اسوى تلفون قاوديه. نعم ايه ودا حاليا الحمد لله يبى كهرباء ويبى ماي وزع البتاني واتهن انترنت وكل مد يتهن يعني حاليا انا شيء في الفامه مقنعي صار دائما خديت فاما ما خمسين عشي وخمش بتاني ذا مكونة اية ماثا ما هي اللي شانة دي بشكابر لشانة الى كل داية لا تنغير لشانة ابدا ايه هم مكون بس ناشك كل داية لتاما؟ أبداً كل داية من زونة من تأسيس دي ولا ديو بلى شو زلن ده الشمة؟ ما ثد داو دي نعم ميكا تي الشمة أثوال الشمة خنم شخلبة بقميثة؟ لا الشمة دي ولا داو دي من تأسيس دي ولا حد الآن ولا ده إيه لكن إذا قصة تقايكم قريلة يتماثى بس شمة؟ نعم حسب ما ديملي بواثن سواثن أول إنسان في الاسكينة قاودية بشمدية داود داود فماذا بشتغلين شمدية داودية بلى شو زالن ده الإيتاثة إيبا يتماثة كم إيتا إيبا شماشة لا من زونة ولدها إلى شمدية إيتا ماريو حنن معندان من المرعيان احدها وقم دخ من يوقع شاي حسب علم ديدوخ شاي بقمثة رابقة شراء ويقاودية يعني انا منخ من تاريخ يعني قم 1900 قاشة صومو ورفيا قاشة بطرس قاشة بفيو وبعدين زونة دي انفوالين أبو مطارن بلحت قاشة قيمن حوالي 13 سنة ورفيا يوحنا قريو أبا تام منجشناي لي ورفيا قاشة خلنا بعدين ودها آخر شيء تلقاودية إلى قاشة جبرائيل شمامي نعم نعم إيت 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 مار يوحنا المعمذان ما حكي لنا شكله داخل بنيثة أها ولا بنيفة قمشة بتاريخ 22 قم دقا احتمال اسوى ايتها بس بنيفة بطينة من دياني لبني بقمشة بس شات اسري وتري مش لبنيفة ايتها من كيفة خوارة طورة القيرة كلها ومهندس دي وساوي على من اخلي شماس يوسف سكو هاوي من تكبرانة دي وكيل مطران وبني لقيتها بلشة وكيف أخواله ما في مري طالة نعم رشة ديات قطرة من كل شيء قلنا شاتت اشتي وخاها إما تبريل أي مثلا قرداي ما قرداي اشتا شوقتها ايتا ف تاقب ديان خطلة وناس ماتت طبعا كلها رخلة من مات نتيجة قمة قليلة ما في كلها بس مش لقيتها لولي بتقم خريلة بس قرشت دي الختلة مثل ما تضبع لاش ما في إلا دي مبير مكبريلة تفقهت وبعدين في ولا أي منظمة كاريساس مثل ما تقم تاريخ الحكومة قم تنخيلة بواسطة ديناميت لأن لسه في ولا تكارة إلا دريلة ديناميت فاسق قم مبير مبربسيلة وأي مبير عملية أنفال سقوى الجيش العراقي قم خالوه لما ثوثهم ما يتقم خالوين دا حديثا قم بنيال أي منظمة كاريساس وإيتا لنزيلا تقلت بكل من دياني كل من ديبا كهرباء ومن دياني وهيكلة دي جنداية دي وين مؤسسة بكراسي وميزات كل من ديبا يعني. آمين يا رب آمين شمت إيتت ماثت داودية ايتت مريوحنا مع امذانا فشفيعة ايت ماثا
إلهم إلي شمت إيت إيتا. نعم إلي بشمت إيتا مار يوحنا المعمدانا أو ذي الإشارة ثانويا من زونا ولدها وده كلناش ما في بريسي بأسروات كل دفتي لهم يوذيل شيرة بوي وما تلمالة إلى يوم خمشة بقى ما تقيطان وسرديل يوذيل أو يعني من بابوات من ساوات من زونة أثيقة ولدها أو شير يوذيل بلى طبعا شماو خزيانا إيه أي تشيرة من محكلي من شماشة قاق مثلا بشماء بنو سرديل فآخر مير طالب ثوخ تقوية مغزلة دقيتا قاثو لي قاثا وفعلا إلى 24 يرخت شؤة جولاي فأي الشيرة دي أخون وإن شاء الله شيرة بريخة كل شاتة شماشة شكرا عزيزتا مغمري طالخ أو شابقة ما تقيتا نوسرديل يعني إيه عليها آمين يا رب. محكي لنقاوت شيرة ناشد داودية ما مندي مميز إيبة كذو تنزيحة أكيد صلوثة من ديان خنما إيثن صلوثة ورازة وزياحة وتنجوقة جوقة خلية فد مرة وعلي قاشة جبرائيل والملف الله كل مندي لاف المندي نقص الأيتم يعني حتى شماش ذولة كلها بأسر وخمشة أسر شنة كلها ريبة إمصاري رمشة وصبرة وكل من دي حزب الإنصار نعم ويوم يوم التين بالضبط يوذي راجع مقمد موزعي لما كنت خيعود لإخال دي مثلا الإيتا بطر ما تخلص راجع فاض طاشة مبالغ له موزعي له أو هريسة يملك له موزعي له تناشتي الموجودين ياتي من مثواثة همينة ياتي ناشتي شقلي من اللي دي من أبليل وبعدين التنقاع بنيثة إيتا يجمي كل الناس ما في متكانة وأرخص يافي يمشي تنيلة من الأشكال والألوان خالص يبيل القماشة طبعا من دم من برياني من كبة ومن أشكال والألوان خالص كل ما في القماشة قاعد إيتا يافي قاشم بارخة وشاري مغلاد يخلي كلها أيت مندي قبارة كنت 24 يرخ الشقة قاوت ماث الداودية بس كذا ده كبيرة معمدين برشلي قاوت علمة نعم. ده قيبوخن يوت آد قاوت ميشيغان هم من كذوت نعم. الشيرة ايه لا بس أخ خافي ايه أخ قو ميشيغان قو شيكاغو قو كندا قو أستراليا جو ألمانيا جو سويدن حتى جو فرنسا كلها أنا متخرنا طارق يوم خوشاب دميري طارق يوم شير أبدا نفس اللي خالتي محضرق له قماثة أبندك أنا خلنا كل يوم حضرين بلى حسب علم دي يخشى ماشن أكبر تجمع ناشط داودية إيه كيل دها أكثر يعني أنا بشرى بغير ايه انا بشتري لجو امريكا اخا جيبا جو ديترو وشيكاغو انا دكان بشي كبير انا شايل انا شتيرا بلاش وبالزودة اخا جو ديترو ميشيغان دخك ذو تندها خبران تخاخنا اتوخن صفحة خاصة قاوت ناشط ماثد داودية يعني بالنسبة لك فيسبوك قصدك يعني بلاش شتا مخ آدخ داودية قرية داودية قرية داودية وكل من دي بخزي قاومية وذي احتفالات ما من دي التهن كل من دي بخزي داودية بلا بلا قرية داودية شد دار وغدها خاصة محكوغ بش كبيرة الخايوثة ناشد داودية خاصة مقميثة ميروخ زريوة بس اثوالا ميهن خنهم تاما كمصادر رزق ديه بشكل عام ايه طبعا وزرعوني وكرماني فاكهه أيه. وكل قمثه بس ده ليفن ده حاليا مثمر طارق نتيجه ماي الاف كلها وشتا فلف جملي ده كنت زرعي مندي في قبل خرزان دافي ومشتي بنا بوريه في بيره
طبعا خمسة هي أسوة، حتى أسوالا قبيلة إروي مدبري وإروي وتوراثة وحيوان يعني كل من دي أسوالا بلى. دولة تخرى اللي فلطيوة يعني بلكي 2000-3000 ريشة إروي من ماتة وأسوالا كيفونا خاصة بفاطوة للأقالة مرعي ولا بس ده لا ده لا فعلاتها بصر بصر ما أدري إذا هو كان كل من دي كيف يعيش كل من جاي مالخ من دي ذات زريدة مثل طماطم من جاي الخضان بافة بس ومشتيلة ما يصير بير خلاص من أول مصدر ديان ده كذا كبيرا مثواثا قميصة أثوى لي جل خاصة يعني كم خفلان ماثا هذا خلي جلاح أت ماثا خرتا هذا خلي جلاح بالنسبة تقولوا إنش ماثا الداودية ما هو جلي بقميصة لو شيء عادة الجلي يريخي بختافها خاصة وقولي أثوى لها مغمية طارق ثوذة ماثا دين سرايا لحقا لخشي من ماثا ساعة أثوى لها سقارة جلة قريوة جلة يمريوها للشل وشفك أبدأ موجودة حتى قالق شلوشي من لهم شل وشفك فقل ذلك كله لوشي وأبناش ما في قورة يلوشي من لهم بس بختلف لها عادي فساتين طويلة يعني وبرشة تسوى بوزة وان خطي ولا القماثة يعني ناش ما في خطي وكتغي قايت طوالي جلة جانة هي بلى بس قولي لا قولي شلي وشفك يا مريوان بس منتي مخملية ومخملية بحياسة حمل الله قرأية قوسية بس ما جان الشمشتة هاي انت حد يوما دها شزالا العشائر بثواثة دقيث انت ما قاوت ايت ماثة نعم اي مخمري طبعا عشائر اربي ايه ابي آل اسحاق وآل سفو والقاشة صومه وقال لهم يعني أربعين شهر وتم أشير خيرتك بنارس لا نارس بشكري بشكري نعم يعني شد أموخ تأخذ أربع خمس عشائر هي أربع خمس عشائر نعم بلى إكليروس قاشاية أو شد أموخ ربانة ربانياثة دبلطلمية ماثا قاشة ماثة الأصل يعني دين كلوية قماثة قاشة صوم وقماية على منخلي فيليب إسحاق أبا ودايراية أبا على منخلي وداءة أو قاشة دين تيري دريسة قروم وششني شوشني لكل ما شخير شهادة دكتوراة قلم النفس وإذا موجود ده أبو ألقش أن القاشة تلوية قماثة من تاريخ ولده وما سيرات التخن؟ ما سيرات أنا طلعت ميريلي برناديت وسعاد وريتا بلى من إيت ماثا بلطلة مثلا دكاترة بلطلة شخصيات معينة مهندسين من دي مهندسين إتن مهندسين فضائيين دا تري أو ثلاثة وإتن دكاترة أربع خمسة ما من الخير حتى دكتوراه قانون ذاب براتا دين ولقو شفاهو شخلى دكتوراه قانون بلى على شوق لطلع خن شماشة نطلع حدا متيت كليثة تاني ثخريثة كل شماء وخزيان قناة القيامة طلبوخ من ماريا بين قم كل دي داريشان شلام وقو علما وبريشوف قو أثرواثة تيلا دها شرافة قاواهن حتى علم الطايب بفصوصه وشامه وطلبه من مشي حيثوثة كلها زادها إن شاء الله آمين وخاصة أختم كإعلاميين وأن خنوات ديلا أنا حاضر لها مش برسي هاي ما نثق علما بواسطة دياخن وشكرناخن للي مقابلتكم وذلتوا مني وأوثم بسيما راضي بس ما قانوخ شماشة هرمز داود آل سفوش لا من تكل ناشا إدماث الداودية شماشاً شكراً شكراً باسم طلابة شكراً متابعينا نشكر تواصلكم معنا نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعاً